استاذ حمدي اتفضل استاذ حمدي ايوه يا تفضل يا استاذ حمدي ابا شيخنا اهلا وسهلا استاذ حمدي تفضل سامع حضرتك انا بقى لي سنه قاعد في البيت العمليه واقفه ومفيش شغل ممكن تبقى ايه الفكره انه الواحد يعني مثلا يبقى مش لاقي عمل او مش لاقي اي مثلا اي حاجه أجاوب على اجاوب على حضرتك يا حاج يا حمدي بص يا حاج حمدي الانسان عندما لا يجد عمل بيبقى فيه ثلاث حاجات متجهه منتجه ناحيته اول حاجه اللي ناحيته هو ان هو يفكر هو هل جدد في عمل ولا لا يعني في ناس كتيرة بتقعد ما بتلاقيش عمل لان المهن بتاعتها ابتدت تنحسر مش بس عشان الحالة الاقتصادية لا المهنة بتاعته بدأت تنحسر زي مثلا المهنة التي تتعلق بمثلا بإصلاح الأحذية بقيت الناس بتجيب أحذية بتمن رخيص فلما يبوس بي ما بيصلحوش أو إن المهنة اللي تتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بصناعة معينة فإيه اللي حاصل؟ بقت الأمور في أدوات أخرى جديدة وأحدث في تنظيف البيوت أو في كذا فاحنا احد اسباب عدم حصولنا على العمل ان احنا محتاجين نجدد دايما في اعمالنا ليه حد يشك دلوقتي ان الحياه اللي احنا فيها دي مليئه بالتكنولوجيا مليئه بالتكنولوجيا التكنولوجيا بتروح على المهن على المهن حتى بما في ذلك مثلا مهنه البنا دلوقتي في ادوات بتمحر الحيطان لوحدها فانت لازم تعمل ايه لازم تتاكد على انت تطورت بما يتناسب مع السوق ولا لا؟ دي حاجه مهمه وده جزء من قول من تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه جزء من اتقان العمل التطور في العمل من اجل ان انت تكون مواكب للسوق الموجود ده فجزء من اتقان العمل ان انت تتطور مش جزء من اتقان العمل ان انت تفضل على اللي انت فيه ده والحاجه اللي انت اللي انت بتشتغل بيها ديت ما سوق لا ده مش جزء من اتقان العمل الحاجة التانية والمهمة إن أنت اسعى واطلب الرزق واطلب الرزق في كل حتة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل حب يقعد ومن غير ما يشتغل حضرة النبي قال له لأ روح اشتغل ووسع طلب الرزق وحضرة النبي اقترح عليه مجال من العمل هو ما كانش شغال فيه قال هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يبقى تاني حاجة توسيع مجال العمل يبقى اتاكد ان انا اتطورت اوسع مجال العمل الحاجه الثالثه اه في بعض الاحيان بيحصل كده تعمل ايه تستمر ولا تياس لابد من الامل الامل هو الذي يجعل الانسان يستمر في الحياه ويفتح عليه ابواب العمل فاستمر بالامل وما تقولش هو ايه اللي حاصل بقى لي سنه ما بشتغلش استمر في البحث عن العمل هو دي الرجوله ان انت تستمر في البحث عن العمل وتطور نفسك هو ده اللي يفتح عليك ابواب الايه ابواب الخير كلها